وكلمة أخيرة أدعو فيها الشباب الثوري المؤمن على أرض الحجاز وأرض البحرين وأرض الخليج. عمامتكم قد سفك دمها، اليوم أنتم في اختبار صعب، عليكم الخروج جمعا وفرادا لتطالبوا بحريتكم وباستقلالكم وبتمزيق أغلال العبودية، وارفعوا أصواتكم بأن لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله. نحن ومعكم باقون نردد هذا الشعار إلى أن نتخلص من أغلال العبودية، وإلى أن نأخذ بثأرنا من هؤلاء الحكام الجبابرة.